بسم الله الرحمن الرحيم، طلاب ماجستير قسم شبكات المعلومات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رحب بكم في المحاضرة الثالثة لمادة الـ Unstructured Data for Big Data and Distributed Systems for Unstructured Data، اللي هي نظرية الكاب. الكاب، نظرية الكاب بالحقيقة هاي هي Capital CAP. موضوع مهم وكبير وفيه مفاهيم جديدة لازم نتعلمها باعتبارنا من قسم الشبكات، وأنتم إن شاء الله راح يصيرون اختصاص شبكات. طبعاً الأوتلاين هذا قدامكم، هذا هو العالم اللي اكتشف نظرية الكاب اللي هي Consistency, Availability والPartitioning. هاي النظرية انطرحت بسنة 2000، وطبعاً بهاي الفترة هي عملية عنوانة الإنترنت والآي أو تي، الإنترنت أوف ثينكس هنا نزلن، والآي بي فيرجن 6 أيضاً كان يعني منفذ وكان قبلها مخطط إله. فمن صارت هاي الانستركتشر ديتا والبيج ديتا، نظرت النظرية هاي تطورت واخذت أبعاد. خلال مؤتمر طرحوها، طبعاً هذا المؤتمر لقى صدمة كبيرة من قبل الديفلوبر والناس العاملين في هذا المجال. هذا العالم قال، اللي هو إريك بروير، قال عندنا 2 out of 3 guarantees، لو سي اي لو سي بي لو اي بي لو سي بي، يعني 2 من نظرية الكاب لازم تتحقق بالديستريبيوتد سيستم. طبعا خلوا ببالكم الديستريبيوتد سيستمز يختلف عن باقي الديستريبيوتد، يعني مثلا الفيسبوك هو عبارة عن ديستريبيوتد سيستم، الياهو عبارة عن ديستريبيوتد سيستمز، عندنا مالتي ستوريج، مالتي نود، مالتي ريبليكا، ريبليكا يعني تكرار او كوبينج للداتا اللي موجودة، ستريبينج بياناتها، ماشي بالاتجاه السكيل اب او السكيل اوت حسب الابليكيشن اللي اخذناه، معتمد على احد المودل الكي فاليو دوكيومنت الدوكيومنت الكولوم الى اخره اللي اخذناه عندنا الاربعه والجراف. زين، نجي الى هاي النظريه اللي حقق لي 3 مفاهيم. نظريه مهمه جدا وتبنى عليها انظمه كبيره تخدم البشريه، وده لاحظها حاليا الفيسبوك، الامازون، البونتس مال الياهو، الكاساندرا، الكاوتش دي بي، المانجا دي بي، ذن كلهن مبنيات على هاي النظرية. طبعا بيها 3 محاور: consistency اللي هي الثباتية للبيانات، availability اللي هي وفرة البيانات، والpartitioning tolerance اللي هي معالجة التقسيم أو ضبط التقسيم. يعني هذا المفهوم طلاب لازم تعرفوه بصورة visually. الconsistency مثلا عندي client دي يطب بهذه الديستريبيوتد سيستم، دي يسوي عملية رايت، أنا بالديستريبيوتد سيستم عندي أهم شيء هي عمليات الريد والرايتس، عمليات الريد والرايتس. هذا دي يكتب اكس في لحظة من الزمن، لازم يقرأ الاكس تساوي 5، لازم يقرأ اكس تساوي 5 ترجع له. إذن هاي كونسيستنسي، هذا النظام بثباتية عالية. دائما البيانات انتبهوا availability متوفرة، ولكن بالavailability هل من عدس 5 ترجع نفسها 5؟ لا، مو شرط، ممكن ان ينطيني الاولد فيرجن بس يوفر لي خدمة availability. وهسه راح اشوفون شلون. البارتيشنينج توليرانس انه معناها في حالة fail احد من انظمة الديستريبيوتد سيستم راح يبقى العمل جاري. وطبعا هاي النظرية تعتمد على نظرية اسمها الكوروم، الكوروم اللي انا مرة قلت لكم بيها اتذكر. هاي الكوروم ايش قد اخلي ثريشولد من الديستريبيوتد سيستم يشتغل، والبقية اذا طفى يبقى النظام محافظ على نظرية الكاب. كونسيستنسي طلاب، all the server in the system will have the same data, so anyone using the same will get the same copy regardless of which server answer their request. يعني أنا عندي
كلاينت يطلب من نود 3 نود 1 نود 5 لازم ترجع لنفس البيانات. زين، الشغله المهمه جدا بالكونسستنسي انه اني في حاله انه هذا دا يقرا ريد، ولكن في حاله الرايت اللي هي دا تروح لانستراكشر داتا، عمليه البروبيجيشن الهاي النود خلال الكونسستنسي راح تكون بها انواع. يعني شنو انواع؟ كاجوال كونسستنسي، ستريك كونسستنسي، ايفنت كونسستنسي، تايم لاين كونسستنسي، كل وحده لها يعني معادله او الجوريثم شلون عمليه البروبيجيشن تنتشر للنودات لعمليه الراي الطلاب. زين، هاي عملية الابديتينج او البروبيجيشن راح نشوف تفاصيلها عن الكونسيستنسي. دي تو تايبس اوف كونسيستنسي، عندي اما سترونج كونسيستنسي او عندي ويك كونسيستنسي. السترونج كونسيستنسي المهم بيها all access are seen by a parallel process or node processor in the same order sequentially. زين، sequentially. فإذا لازم تكون strong consistency عملية الريد والرايد تجري بستريك، بستريك بقوة strong. يعني شو حدث لازم ينتشر على مود يرجع لي نفس البيانات. هسه اجينا احنا قلنا هي consistency بها انواع. زين، هاي consistency صارت two types strong و weak. زين، الويك شنو معناه؟ معناه اذا هاي العمليات تتم في حالة parallel by all parallel process راح تتم in sequential، بس هاي العمليات، هاي العمليات اللي راح تصير عندي هنا اللي هي weak consistency انه all access to synchronization variable I seen by all parallel process okay in the same order there are synchronization operation. يعني معناها مو بنفس الوقت ماكو synchronize مثل الاولى، الأولى كلها تكون parallel. مثلا على سبيل المثال ممكن أن يكون strong consistency. الweak consistency لا، حتى ولو بعد فترة. إذا من أنا صار عندي الأسيد والبيس اللي هسه راح نأخذها إن شاء الله تعالى. زين، eventual consistency لا، هذا تختلف. eventual consistency اللي هو النوع اللي تابع للكونسيستنسي انه بعد فتره افتر تايم يلا تحدث النود او الكلاستر بعد فتره، ومثال على ذلك هو الدومين نيم سيستم الدي ان اس سيرفر. زين، لذلك الدي ان اس سيرفر دو نوت نيسيسري ريفلكت ذا لاست فاليو بات رادر ذا فاليو ار كاشد اند ريبليكيتد اكروس ماني دايركتورز اوفر ذا انترنت. فهذا هو افضل مثال للايفنتشوال كونسيستنسي. عن الإيفنتشوال كونسيستنسي شبيها بها كاجوال كونسيستنسي وبها ريديو رايتس كونسيستنسي. الكاجوال كونسيستنسي هي علاقات بين البروسيس، علاقات سببية، يعني أي تحدثت من بي السي راح أشوف التحديث اللي صار بالأي. ليش؟ يعني الأي اعتمدت على بي والسي معتمدة على الأي. ريديو رايتس كونسيستنسي أيضا مهم، هذا انه اني بعد ما اقرا اقدر اكتب، بعد ما اقرا العمليه اي بي ممكن ان تقرا من النود في الديستريبيوتد سيستم. يعني شنو معناها؟ معناها اقدر اقرا قبل ما اكتب؟ لا، ما يصير. ليش؟ راح يكون مشكله، راح يسبب شنو؟ ان افيلبل فور داتا، مو ان افيلبل، عفوا، راح يكون نوت لاتس او فيرجن اوف ذا داتا. زين، session consistency لا، انه اني هذه الثباتيه مال البيانات تكون خلال session معينه تجري بها عمليه التحديث. مثلا احنا كنا بالخارج البنك، عمليات الابديتنج مال البنك اوبريشن تكون من 12 PM الى 1 PM ليلا على مود يرجع يكون consistency. فخلال هاي السيشن راح يتحدث حتى لو واصلت لك حواله ما تلقاها بالبورتال مالتك الا بعد التحديث، او هم يكونون عندهم سيشن للكونسيستنسي. المونوتيك رايت كونسيستنسي لا،
هاي عملية سيريلايز ذا رايت باي ذا سيم بروسيس. اوكي، يعني انا لازم احقق عمليات سيريلايزيشن اوف رايتس اوبريشن لكي تتم عمليات الكونسستنسي. وطبعا هذه مو دائما ناجحه بالديستريبيوتد سيستم. ستريك كونسستنسي فور اني انكمينج رايت اوبريشن، وانس a right is acknowledgement to the client, the following holds true. يعني شو معناه؟ انهم بعد ما تكتمل عملية ال right, the updated value is visible on read from any node. اي propagation, اي right يكون لأني replica, لأني node بالكلاستر, البقية راح يشوفوه بعد اكتمال عملية ال right. زين. هذا هو strict consistency, وهذا هو eventual consistency. Strict انه كتبت على النود او عملية رايت، صار عندي acknowledgement، بعدين سويت propagation لall nodes، وهذا صار عندي الانترنال acknowledgement. الانترنال اللي هو يستخدم الجوسب بروتوكول، ان شاء الله راح ناخذه بالمستقبل. زين الeventual consistency لا، رايت from client acknowledgement، بس الeventual رايت propagation تنتشر بعد فترة من الزمن، بعد فترة من الزمن. زين السؤال المهم من هنا، في حالة هاي النود صار بيها فعل، ايش راح يصير بالنود 2؟ راح تبقى على اذا ما تحدثت after eventual time، فالنود 2 راح تبقى في عملية الـ old data، ما تجهز للسترينج consistency. طبعا هذه الانواع راح تحدد بناء الديستريبيوتد الحديثة والكبيرة. Then the strict consistency is better. ليش؟ Because the user is guaranteed to always see the latest data. And data is protected as soon as it is written. Gosh. So we always make system strict consistency. طبعا هي مفيدة وأفضل، بس مو دائما. ليش؟ نخليها. Because under some scenario, the implementation of strict consistency can significantly impact performance. يعني شنو معناها latency and the throughput؟ latency والthroughput. طبعا اريد من عندكم كل واحد بيكم يعرف شنو معنى latency والthroughput والgood boot، اوكي، والsend packet والreceive packet والpacket delivery ratio والpacket overload والpacket routing overload. ذني مقاييس مهمة بالشبكات، شنو اللاتنسي وشنو الثروبوت. ما راح أجاوب، أنتم لازم تعرفوها. زين بعد ما نقدر نستخدم strict consistency دائما. ليش؟ Because isn't always required and eventual consistency may suffice يعني كفو أو كافية in some use cases. مثال بالشوبنكارد اللي موجود مثلا، خلينا نقول بالأمازون، انت تريد تشتري، اوكي، والداتا سنتر صار بيه فيلد، it is okay for customer to add that time again. يعني الايفنتشوال مطلوبه، بينما لو مستخدم strict consistency مثلا انت بتحول فلوس والداتا سنتر مالتك صار بيه فيلد، ايش راح يصير؟ راح يصير مشكله. بينما بالشوبينج كارت الايفنتشوال هي افضل من السترينج. زين اللي هو هذا البنك اكاونت. فيسبوك هو eventual consistency. ليش؟ شو السبب؟ ليش ما نخلي له strict consistency؟ اولا الفيسبوك بي 1 بليون اكتف يوزر، يعني اقل شيء 900 مليون الى مليار اكتف يوزر. It is not trivial to efficiently and reliably store the huge amount of data generated at any given time. ما نقدر، يعني هاي عمليات البوستينج والرايتينج، انا اسوي بوست لكل اصدقائي لازم يشوفوه، يعني باللحظه هاي ماكو شيء strict consistency. فاذا المودل مالته لازم يكون eventual consistency. الحاله الثانيه هي الافيلابيليتي. الافيلابيليتي شنو معناها؟ تعرفوها كلكم، وفرة البيانات. يعني انا شو وقت ما اريد البيانات لازم تكون متوفره، ولكن السؤال المهم شو وقت ما اريدها تكون متوفره؟ هل هي اخر تحديث؟ لا، مو شرط. زين مو شرط. فاذا هنا السؤال المهم. زين
availability. While doing this, it doesn't mean that every request will receive a response with the lats information data. هاي أهم بيها. نقطة ثانية. Availability is achieved by replicating the data across different server. من أي مكان من السيرفر بس مو شرط last. Partitioning لا. هي عملية توزيع هذا الموديل أو الستورج موديل عمليات الريد والرايت تكون موزعة. موزعة. هذه تكون على شكل جزر من البيانات. أوكي؟ هاي الجزر من البيانات ممكن أن يكون temporarily أو permanently. يعني أما مؤقتاً أو دائماً. مو شرط تتصل each other. ففي حالة فشل أي منها. شنو الكورون مالتي أو الثريشولد مالتي اللي تبقى تشتغل حتى لو فشلت مجموعة من البيانات أو الداتا سنتر الموزع. إذن the system is able to perform continuously even if a network failure or data loss occur. زين. هذا أيضا نفس المعنى. زين. ممكن أن توزع البيانات بين الداتا سنتر ولكن عمليات الريدندنسي مو دائما مطلوبة. مو دائما مطلوبة يعني أنا مو أسوي بارتيشنينج للداتا سنتر وأسوي ريدندنسي للبيانات. ليش مو دائما مطلوبة؟ لأن أنا هسه أعطيتكم شنو معنى اللاتنسي والثروبوت والجودبوت ذني لازم تعرفوهن. فإذا أنا أسوي ريدندنسي بالبيانات شو راح يصير بالثروبوت والجودبوت واللاتنسي بيناتهم؟ ما راح تحقق الفائدة المن لليوزر. زين ما أقدر طبعاً يحتاج لبروتوكول networking between each other وهذه أيضاً مشكلة ثانية. إذن الconsistency إنه replicating العفو availability replicating data across different machine. الconsistency تحقق بواسطة updating several nodes before allowing further reads. The total partitioning meaning failure of part of the system is rare. However, we could look at a delay, a latency of the update between node as a temporary partition. It will then cause a temporary decision between A and C. لذلك مثل ما قلت لكم performance metrics هاي مهمة لازم تقروها. زين. Then on system that allow read before updating, انتبهوا. All node we will get high availability. On system that lock all the node before allowing read, يعني يقفل كل شيء على مود تكمل عملية الريد لازم نحصل high consistency. فإذا عندي high availability أحصلها شو وقت زين إنه أكمل القراءة قبل ما أحدث. لا الconsistency إنه شو أسوي أقفل كل شيء يعني أحدث كل شيء قبل ما أخلي عملية القراءة. طبعاً موديل مهم هو هذا الموديل احتمال يجي بالامتحان إنه في حالة CP consistency partitioning هي نوع SQL column وهاي أنواعها. في حالة اللي هي availability partitioning document أو key value هاي أنواعها اللي هي داينامو والكاتش دي بي والكاساندرا هاي مو درخ لا بس availability partitioning يعني ما بيها strict consistency يعني معناها eventual هذه eventual بينما هذه ممكن أن تكون eventual ممكن أن تكون strict هذه لازم تكون strict SQL server Oracle MySQL وفعلا لأنها relational database management system asset نوعها acid atomic okay consistency isolation duration لأن كلش مهمات المودل وين string هسه اللي حكينا وين eventual وين اللي هي high availability فلازم تميزون yeah. يعني available and partitioning tolerance يعني معناها ماكو consistency أو ضعف بالconsistency هسه اللي أنا شرحتها نفسها. Consistency partitioning لا. شنو معناها؟ One side of the partitioning must act as if it is unavailable. Thus for
يعني نقص راح يصير بيمن فورفيتنج بيمن بالافيلابيلتي فورفيتنج بالافيلابيلتي الكونسستنسي والافيلابيلتي زين اذا يعني ماكو نتورك بارتيشننج يعني تطبق على الاسيد او تطبق على الريليشنال داتابيس مانجمنت سيستم داتا موديل مالتي والكونسستنتي الكونسستنسي افيلابيلتي تريد اوف لان قدامكم كلش مهمات زين ايضا هذا الداتا موديل ريليشنال كومباريزن كي فاليو كولوم اورينتد تابولار دوكيومنت اورينتد يعني وين راح هاي امثله بيك تو انت تصمم ديستريبيوت السيستم فقط اثنين يشتغلن لو يشتغلن بجهه الفيسبوك اللي هو availability of partitioning والconsistency براحتها زين لو يشتغلن بجهة الconsistency والpartitioning وهنا الحكي يختلف لو يشتغلن بجهة consistency availability وهذا راح يكون strict consistency فلازم تميز وتفهم شنو هذا model هاي الاكزامبل اللي شفت لكم اياها مثلا على سبيل المثال بالavailability والpartitioning AP The nodes are online always, but they may not get you the LATS data. Then maybe a consistency. مثل إيش دينامو، الفولديمورت، كاساندرا، سومبول داتابيس، كوش داتابيس، إلى آخره. Then هاي أيضا مثلا consistency والpartitioning لا يعني معناهاش عندي ال availability ما متوفرة. معناها data is consistent and maintain tolerance for partitioning and preventing data gouting out of synchronization. Google Big Table, MongoDB, HBase اللي هي الكولومر زين دني كلهن بالconsistency والpartitioning. وهي أيضا أمثلة عليها. الconsistency والavailability هذا هو relational database management system بس لازم الداتا is consistent between all nodes يعني لازم strict consistent and you can read write from any node مثل ما موجود هاي الانواع انتم اخذتوها بس خليت لكم اياها كمثال اكثر مثلا على سبيل المثال يقول لك الكافيوم in action in real life distributed system بالnetwork partitioning will happen and we need to ensure that we when Network partitioning does happen. The system acts as a whole is a stealth function. So really, our choice boils down to either consistency guarantee or availability guarantee. In most cases, يعني لو دائما إحنا نختار the consistency والavailability. لأن the partitioning تحتاج شنو؟ تحتاج إلى latency وthroughput عالية. العفو latency تصعد والthroughput لازم تكون عالية. Then هاي عندي نود سوي عندي ابديت سوي بروبيجيشن لبقيه النود هنا صار عندي فيلر انا اريد احقق شو احقق اريد احقق هذه الكونسستنسي والافيلابيلتي هنا النود ثلاثه عندها خيارين اما تعطيني الافيلابيلتي على البيانات القديمه انا مدرد اقرا الالف راوي اللي جاني يعني لو تعطيني availability على البيانات القديمة لو تقبل الـ new request اللي جايها عن طريق النود 4 وتعطيني availability والـ consistency وهنا هاي النود 2 ما أثرت عليها فإذا الـ consistency والـ availability هي جدا مهمة طلاب أشرحها فإذا consistency ممكن أن تكون أفضل من availability. If any use if it does not show up for a little while, it should be fine. زين العفو. consistency high availability والconsistency دائما بيناتهم أكو trade-off. بعض الابلكيشن أنا أريد availability. بعض الابلكيشن يقول لك لا consistency مو مهمة availability هي أفضل. بس بعضها بالعكس يقول لك لا. أنا أريد الكونسستنسي قبل الأفيلابيلتي. إذن هذه الكونسستنسي ونظرية الكاب راح يكون عندي أيضا بعد تفرعين من عندها. يعني بعد ما شرحنا الكونسستنسي والأفيلابيلتي والبارتيشنينج
راح وعندنا انواع الكونسيستنسي ان جنرال، فهسه تطبيقها على الانظمه الديستريبيوتد راح يكون بصوره اسيد وبصوره بيست. طبعا الاسيد دائما يستخدم بما بريليشنال داتا بيس مانجمنت سيستم اللي هو الاتوميسيتي والكونسيستنسي والازوليشن والديرابيليتي. الاتوميسيتي انه اني لو اقرا لو ما اقرا، يعني اي تحديث اقرا لو ما اقرا افشل. الكونسيستنسي لازم تعرفوها. الازوليشن انه الكونكرنت اكسكيوشن اوف ترانزاكشن ريزلت ان ا سيستم ستيت ذات وود بي اوبتين اف ترانزاكشن واز وير العفو اكسكيوتد سيريسلي وان افتر وان. يعني اني ما اقدر انفذ بارارول، يعني معناها الاسيد دي تشتغل على يمن على ريليشنال داتا بيس مانجمنت سيستم العاديه. زين، فاذا الدرابيليتي بروبابيليتي يعني بعد فتره او خلال فتره معينه. زين، انه ensure that once a transaction has been committed يعني كملت it will remain so حتى لو صارت عمليه فشل بمن بالداتا سنتر مالتي، فانا اقدر ما بعد ما عمليه الرايت صارت كوميتد اقدر اقراها. هاي ايضا الفرق بين سي ان كاب وسي ان اسيد لازم تعرفوها. زين، does the data satisfy the schema constraint؟ بينما بالكاب sequential consistency similar to acid atomicity visibility to all further operation. base لا base عندي راح تكون البيس راح تكون بعد يعني focuses on partitioning tolerance and availability and through consistency out the window. يعني consistency مو مهمة 100%. يعني أنا أحدث بعد فترة من الزمن أقرأ الـ all data ماكو مشكلة، يعني ما أقرأ strict consistency إنه عمليات الرايد كتبة الريد لازم يرجع لي أحدث بيانات، لا مو شرط. زين، في حالة البيس طبعا هاي تستخدم بالـ NoSQL and unstructured for big data. Basically available with soft state with eventual consistency. فإذا من عرفتوها من الـ eventual consistency هي بعد فترة أو eventually become consistent. زين، بينما soft state لا، the state of the system may change over time. يعني حالة النظام يعني تتغير من read إلى write، تتغير من old version إلى committed إلى آخره. Well, basically available the system guarantees availability. لازم دي availability، يعني معناها أنا أقرأ حتى لو old version of database consistency لا eventual بعد فترة من الزمن راح تحقق. زين، ال base can be implemented with gossip protocol. Amazon Dynamo popularized this approach. Sometimes this is called base, basically available states soft state eventual consistency as opposite to acid. فإذا الأسيد هي عكس البيست. الأسيد عكس البيست. الأسيد لازم strict consistency. البيست ممكن eventual consistency. الأسيد لازم high availability لأن انتهت عملية الكوميتد مال الرايت. بينما هنا لا، ممكن بعد فترة من الزمن. هذا هو الفرق اللي موجود بيناتهم. زين، طبعا هذا بالبيست فاست اند سمبل. هنا لا، بيرمستيك او اصلحوا لي كونسرفيتيف. ديفيكولت ايفولوشن ايزر ايفولوشن. هذه هي الكونسستنسي وهذه هي النظريه. طبعا بالمناسبه لازم تروحون للفصل الثالث اللي موجود عندكم طلاب، راح تشوفون انه هاي الباوربوينت من عنده، راح تشوفونه هنا كلش مهم اللي هو consistency management the cloud اللي هي نفس المفاهيم نفس العمليات الداتا سنتر شلون شارحها، احنا ملخصيها يعني eventual consistency كل وحده. طبعا هنا consistency model اللي اخذناها strong consistency والweak consistency شنو انواعهن serializability واللينيرايزابيلتي
will read your rights, session consistency, monotic reads and monotic write, casual consistency, eventual consistency, with timeline consistency, هذا اللي كلهم ملخص الكياهن بهذا الجدول. بعدين راح تجي على أنظمة حقيقية موجودة تستخدم الكونسيستنسي وشين أنواعها، مثلاً الأمازون على ضرورة تطلعون عليها، أيضاً الكاساندرا، طبعاً هاي هي نظرية الكوروم، نظرية الكوروم إنه إيش قد يبقى من الربلكة يشتغل على مود، هاي سهولة الكوروم لايك سيتينج على مود يبقى البارتيشنينج ما يفشل إذا صار في حالة أحد البارتيشنينج البقية يشتغل. الكاساندرا اللي تشتغل بالسوشيال نتورك زين، الخاصة بيما بالفيسبوك زين، عدة 900 مليون اكتف يوزرز، فإذا لازم استخدم لها يا كونسيستنسي، يا هالبونتس هذه أيضا استخدم لها يا كونسيستنسي، والجوجل سبانر أو الجوجل بيك تيبل أيضا. هذا ملخص حلو وجميل لحد ما أخذنا المحاضرات من البداية لحد الآن. الأمازون دينامو Eventual Consistency Key Value، Cassandra Eventual Consistency Column Family، Raik Eventual Consistency Key Value، Voldemort أيضا، CouchDB، MongoDB، ياهل Google Big Table، ذن ضروري يعني تطلعون عليها كلش مهمات. زين بعد عندنا discussion وينتهي الفصل، لأن أنا ما أريدكم تطلعون عليها من على الconsistency هذني ما داخلات، يعني هاي من أنا red blue consistency هاي ما يعني ما عدنا يعني بيها يعني شوية advance. فرجاء طلاب هذا الفصل مهم، الأسئلة اللي سألتها لازم تجاوبوني عليها على performance metrics اللي خاصة بالnetwork، اللي لا تنسى throughput goodput delivery ratio routing delivery ratio routing normalized protocols الى اخره، راح تلقوهن كاملات. شكرا جزيلا لكم. استاذ المساعد دكتور مهدي عباد مانع، كليه تكنولوجيا المعلومات قسم شبكات المعلومات.